دمعتي زادتني تنكيد سخونة حرق فوق خدي خلاتي مارا السلام عليكم خاوتنا تاع سانت اوغستان معكم وحده بلون رانا اليوم في ثاني عيد تاع ايام العيد جينا هنا مع لاسوسياسيون الدنيا بخير مع الكليكارا وفي كدايا عرضونا باش نجيو نشوفوا نزوروا ونتقاسموا فرحة العيد مع الناس المحرومين الاطفال المرضى ان شاء الله انا نقول لكم راكم الحين ان شاء الله تصيستيو معنا في هذا الفيديو تاع الزياره وصافا انتر ان غروند امبيونس ان شاء الله نقول لكم اون بعد شويه سلام تفضل من ستارون السلام عليكم و دابري وجهي راني كي وجهكم صافي جرى كاع يمانا وحده و بالك كنت غلطوا في هذه الدنيا هذه لخاطر الدنيا صعيبة وواعرة وفوق تكونوا فايقين وردوا بالكم على الدعوة تاع الوالدي توجور حاسم ما تعملوا شي من راسكم وردوا كنتم بروحي مصطفى تعطيك الشيطة الدوزية القصبة أنا القصبة وليت القصبة مقدر أيوة بدل جاب لي ربي بلي بقيت أنا ولا دارني دي موهيكو ما تهلا في روحكم ما تخلطوش بزاف كاين الناس اللي يغيروا منكم كاين الناس اللي يشوفوك مقطع باش هو يقول لي انتم راكم مربين من هالجي ماكم تهضروا هذا واحد يعطيك الصحة عمام مصطفى يعطيك الصحة هذا شكون رضوان مهدي وانا مهمل الحصون لولاد البلاد وليد البلاد ما كانش قلبو توجور قلبو توجور محكر وتلاقيت مع وليداتي كيما راوف مع محمد محمد مهدي ما والدك صورهم خير رضوان انا حصون عمو صور 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 حايدك صور 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 بالربح والسعادة مرسي يا من مصطفى صحة ومعنا مالي اليوم اون ديريكت في الخادم حاب يقول لنا حاجة صحة عيدكم ويصاني بأسات ويصاني بأسات ويصاني بأسات يا قبا ميتنا إن شاء الله فالتيس قبا ميتنا إن شاء الله فالتيس كلهم يباركين لك العيد ويدعو لك بالخير ان شاء الله ويدعو لك بالصالح ان شاء الله وطول العمر كما قال رسول الله خير الناس ما طال عمره وحسن عمله فلهذا العمر يعني مستحب يعني ان يكون الانسان يعني ان يستغل هذا العمر في طاعه الله عز وجل وفي التقرب منه عز وجل بصالح الاعمال والقربات لكي ينال رضاه سبحانه وتعالى ولكي يدخل الجنة الجنة التي عرضها السماوات والأرض الله على الأرائك متكئين بارك الله فيك ربي يدخلكم الجنة إن شاء الله بارك الله فيك جزائري سعودي السلام عليكم صحيحكم كل عام أنتم بخير وكل عام إن شاء الله وتقبل الله منكم أجل أحب نقول أن هنا جمعية يعني جينا صرنا دار الأيتام وكل مسعف بير خادم وشجع كل واحد كل جزائري قادر سواء جمعية كل واحد يعني يجي ويزور هذا
نوع من الأطفال والمسنين يفرحهم وعنده أجر عند الله يفرح أفراد الزفن الله لا يضيع أجر المحسنين الله لا يضيع أجر المحسنين يعني وكل واحد يجي ويقوم بمبادرات يقول لا تحقير من المعروف شيء وأنت القوى أخاك برجنة فما بالك الإنسان يروح دار الأيتام ناس واحد ما عندوش بابا واحد ما عندوش يما الإنسان يكون يسعى إلى الخير مبادر إلى الأعمال الخيرية ولا يبتغي الأجر هذا إنسان لو كان مجاش باش يبتغي أموال ولا أمر من هذا القبيل يدي الأجر عند الله عز وجل وربنا جل وعلا مع كل واحد ما فيها والو لا بلا احنا جينا صباح فيهم كسرنا معاهم جبالهم مع فايس هكذا الدراري صاحبنا اللي جوين ولاد داك كسرنا معاهم وضحكوا الحمد لله كيما حنا نفرحوا بالعيد هما ثاني ماذا بينا يفرحوا بالعيد ان شاء الله كل واحد يدخلوا في راسه هديه خاطر كاين عباد في الجزائر هكذا مرميين محرومين داو لنا الحمد لله وان شاء الله كل عام عباس بوكسر هذا كرون بوكسر ان شاء الله مستقبل احب يقول لكم حاجه اقول لهم حاجه يعطيكم الصحة بقوا على خير غدو إن شاء الله. راك تحاول تشوف فينا عباس. فينا عباس. صحة عيدنا ما تقولناش. صحة عيدكم تعيد وتزيد إن شاء الله. نعقوب ندعمك. إن شاء الله. السلام عليكم. احنا اليوم جينا دوزيام جور تاع العيد، جينا لهنا الديار الحمر. ريبريزونتيو الدنيا بخير. جينا لهنايا عند شيوخ نشوفوهم جبنا لهم الحلوى ايتو صالو راه فيه بوكو بليزير ان شاء الله يكونوا بزاف غاش يعودوا يجوا هكذايا باسكو يفرحوا بزاف الحقيقة يفرحوا بزاف بزاف يشوفونا الحمد لله مازال الناس الخير مازال الناس يديروا الخير وبداو يجوا يشوفوهم شفتوا اليوم جاو بزاف غاشي هذوك صحاب لا مونطاني ايتو الحمد لله ويعطيكم الصحة عليكم خوتي ان شاء الله تكونوا بيا صحة عيدكم نعقوب عام جاي ان شاء الله وحنا جينا اليوم كاين ناس تعيد مع ماليها كاين ناس تعيد مع فاميلتها دوزيام جو الناس يروحوا يشوفوا ماليهم هادو الناس هنا ديال الرحمه ما عندهمش ماليهم وحدانيين مساكن حنا اون بريفيري دوزيام جو تاع العيد نجيو نشوفوهم كيما يقولوا صافي شوكر الناس تفرح هكا كي يشوفونا تشوف واحد تبسيمه على وجهها بالمال ما تشريهاش خوتي صانو فيه انورمي مو بليزير وكان الناس واحد اخرين كيما حنايا ديجا صغار يجوا لهنا حاجه واحده اخرى خوتي كي تجوا تشوفوها وتسيوها حاجه واحده اخرى يا ساكوتريا لك ساكوتريا هي لو جاست كي لو جاست كي كونت خوتي الدنيا مازالها بخير يرجع البلاد ويعود بين حباب ومسرور فكرت البهجة ما نطوشين عن الدار سي بون خلاص الواجب ديالنا قمنا به ان شاء الله باحسن صوره ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو ومام لي بيتيز تاع ليكيب تكنيك تاع الشابات والكليكا هادو انا تاع نكس سايتينغ اون لومبيونس مع عمي مصطفى مع عمي علي مع كاع المرضى هادوما والمحرومين نقول لكم اللي عنده هكذا الوقت ما يسحقوش ولا يجي يشوف هكذا يا روح تاع دراري روح تاع هنا تاع بير خادم ونقول لكم صحة عيدكم مرة أخرى كل عيد كاع سانت أوغستين المسلمين السلام عليكم دمعتي زادتني تنكيل سخونة حرق فوق خدي خلاتي معاك